استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر السيفة ظهر اليوم الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت جمال عبد العزيز جعفر والقائمين على مشروع منتزه الشيخ نواف الأحمد الصباح بمنطقة الوفرة، حيث قدموا لسموه رعاه الله شرحا للمشروع والمزمع تنفيذه من قبل شركة نفط الكويت وتحت إشراف الديوان الأميري، حيث تبلغ مساحة المشروع 1,000,000 متر مربع ويتضمن مركزا كبيرا للتسوق ومركزا للمعارض والعديد من المطاعم والمقاهي ومناطق مخصصة لألعاب الأطفال. كما يحتوي المشروع على مسطحات زراعية وبحيرة اصطناعية وبرجا للمرصد الفلكي وحديقة حيوانات ومنتجع يحتوي على فندق وشاليهات ومجمع تراثي لذوي الحرف اليدوية والقديمة ومجسمات مصغرة عن الكويت تمثل المحافظات الستة ومسرح رومانيا وملاعب مغطاة. وحضر المقابلة نائب وزير الشؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح. نبدأ في البداية، المساحة طبعاً 1,000,000 متر مربع عبارة عن 110,000 متر في 800 متر. أول شيء المنطقة اللي هني هذا الشارع مال الوفرة طبعاً يضم مصافط سيارات، راح نسعى أنها تكون نحط عليها الطاقة البديلة السولار بانل مال الطاقة الشمسية على أساس أن نخفف الأحمال والطاقة والباور اللي نستخدمها، عبارة عن 3,300 مصفط سيارات. ندخل على مجمع كبير مالتي بيربس حق المعارض عبارة عن طابقين 120,000 متر مربع عبارة عن طابقين وفي سكاي لايت على أساس أنه يصير المكان شرح وجاذب حق الناس إذا طبيعية طبعاً، ونخفف بعد الطاقة الباور واللايتينج. طوله 700 متر. 700 متر تقريباً. يخدم المعارض فندق وشاليهات عبارة عن 100 شاليه تقريباً مع 14 فيلا مع برايفت سويمينج بول على أساس الأكوموديشن حق المعارض. عندنا هني طبعاً شوبينج مول مجمع مركز تسوق 25,000 متر مربع تقريبا. طبعا الاكتيفيتيز اللي راح تصير سينمات، البيزمنت راح يصير حق الاكتيفيتيز مال الاطفال وغير المحلات التجاريه. طبعا متصل المجمع المركز التسوق متصل ببحيره صناعيه، البحيره الصناعيه تخدم مطاعم وسميناها قريه المطاعم، بالإضافة إلى منتزه للألعاب بهالطريقة، منتزه ألعاب وبرج. هذا البرج طبعاً ارتفاعه عالي يكشف المنطقة كلها، بالإضافة إلى مرصد الفلك في الطابق الأعلى، على أساس أنه إحنا جانا خبر أن منطقة الوفرة من أحسن المناطق اللي تكشف، اللي يقدرون الأرصاد الجوية أنها تكشف النجوم. طبعاً عندنا ممر مائي راح يكون في مثل قوارب كهربائية تسهل عملية انتقال الناس، في لأن 1,000,000 متر مربع المساحة كبيرة. عندنا حديقة حيوانات، وعندنا هني عبارة عن محافظات الكويت الست، كل محافظة طبعا حطينا لها قسم راح نحط فيه مجسمات تدل على المرافق التاريخية في المنطقة، مثل جهرة نحط القصر الأحمر، نحط المطار الكويت في الشرق، فكل محافظة إن شاء الله راح تضم مجسمات من معالم التراثية والمباني البارزة في الكويت. عندنا هني معرض شركة نفط الكويت، حبينا أنه تصير لنا بصمة في هذا المنتزه. عندنا هني خط قطار على أساس أيضا يسهل تنقلات الناس بالبارك. عندنا هني ملاعب خارجية، ملاعب كرة قدم حق الشباب على أساس أنه يقضون وقت فراغهم، بالإضافة إلى ملاعب مغطاة. هذه غير مغطاة، هني مغطاة، هني مغطاة بما فيها المسرح الروماني حق المناسبات يطل على المنطقة الخضراء طبعا. وعندنا طبعا هني الموروث الشعبي عبارة عن أكشاك أو مثل بوثات حق المتقاعدين واصحاب الحرف الكويتيين اليدويه. طبعا التنفيذ راح يصير عن طريق شركه نفط الكويت، بالاضافه الى الهيئه العامه للزراعه، وزاره الداخليه، لان لازم يكون في مثلا مخفر، بالاضافه الى مستوصف وزاره الصحه.